ان شاء الله يا جماعه النهارده هنتكلم مع بعض في موضوع الانترناشوناليزيشن في الاي دي اف. يعني ايه الانترناشوناليزيشن؟ ان اليوزر اللي بيستخدم الابلكيشن بتاعي يقدر يستخدمه باكتر من لغه، يقدر يخليه عربي، يقدر يخليه انجليزي، يقدر يخليه اسباني زي ما هو عايز. طيب احنا شفنا الحاجات دي قبل كده في ابلكيشنز. طبعا يعني مثلا اشهر موقع حاليا انت بتخش عليه كل يوم موقع مثلا زي موقع الفيسبوك. الموقع ده قدامي شايف التكست اهو مكتوب الليبل بتاعه بالعربي، البريد الالكتروني او الهاتف، كلمه السر، كل ده بالعربي قدامي. هل اقدر اخلي الكلام ده بالانجليزي؟ ساعتها انا كيوزر للفيسبوك ان اليوزر اللي قاعد على الفيسبوك يقدر يخليه عربي او انجليزي او اسباني او ياباني زي ما هو عايز. مش عارف حد عملها قبل كده ولا لا، هتلاقيها تحت هنا. هي اقدر اروح اخليه مثلا انجليش، كل الليبلز بتاعه العناصر اللي على الصفحه هتتحول قدامي تبقى انجليزي. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي هيظهر قدامك دلوقتي اهو كتب لك هنا ايه، كتب لك هنا ايميل اور فون بعد ما كانت البريد الالكتروني والهاتف. لا، الليبلز اتغيرت، الليبلز الموجوده بتاعه العناصر، خد بالك من الكلام، الليبل هو اللي اتغير. معلش سؤال بسيط جدا، طب هو الليبل اتغير قدامي، انا هنا لما اجي اكتب هل انا مجبر اكتب عربي او انجليزي؟ انا حر. يبقى اليوزر شكل البرنامج بقى عربي او انجليزي، الشكل، الليبلز، لكن الانترز المدخلات اللي اليوزر هيدخلها هو حر، يدخل بقى عربي يدخل انجليزي هو حر. انا كمبرمج، عايز انفذ الموضوع دول، انا يهمني الليبلز بتاعه العناصر دي، الكلام ده انا عايزه يظهر بناء على اللي هو اختاره. لكن هو بقى يفصل مثلا انا كاتب له فيرست نيم، قام مدخله ايه؟ مدخله ابراهيم. هقول لي ازاي؟ هو قال لي ازاي الليبل يبقى عربي الانجليزي هو يدخل عربي؟ هو حر، انا اتحكم في الليبل فقط. الكلام ده مبدا مهم جدا. يبقى انا كمبرمج بتحكم في الشكل، في الليبلز، لكن الانترز دي تبع اليوزر. عايز دخل عربي هو حر، عايز دخل انجليزي هو حر. يبقى اذا انا عايز اعمل الابلكيشن بتاعي او البرنامج اللي انا هديه للعميل بتاعي يبقى بهذا الشكل، اقدر اعمل له زرار عربي زرار انجليزي يتحول يبقى زي الشكل ده بالظبط. بص كده، انا مثلا ده موقع يعني ابلكيشن كده صغير، ده هنعمله مع بعض من الاول، بس انا عايز اوري لك احنا عايزين نعمل ايه علشان اللي قاعد مش متخيل الموضوع معايا يحاول يتخيله معايا. فانا عايز اعمل الشكل ده بالظبط، ده الابلكيشن بقى بتاعي اللي انا عايز اعمله. افترض معايا مثلا ان دي صفحه لوجن، فتح بالعربي، اسم المستخدم، كلمه السر. جميل، هقول لي طب دي ليه دي مش متحوله؟ هقول لك ليه في الشرح ان شاء الله. هنا هكتب له ايه؟ اعمل له هنا زرار اي ان انجلش او عربيك. هو هنا فتح على عربي، هنعرف ليه اشمعنى العربي، ليه ما فتحش انجليزي؟ هنعرف. لكن لما اضغط على اي ان اللي هيحصل؟ اول حاجه تلاحظها ايه؟ كل حاجه جت شمال والليبلز دي اتغيرت. ولما اضغط على عربيك كل حاجه تيجي يمين اهي والليبلز تتغير. وبرضه لما اروح مثلا على صفحه ثانيه الاقي فيها الليبل اهو اسم الموظف. لكن لو رجعت باك وقمت عامل اي ان، كان الموقع بتاعي بقى المفروض انجليزي، واروح هنا على الصفحه بتاعت بيانات الموظف هلاقيها المفروض اهو امبني. وصل الفكره؟ انا عايز بقى الابلكيشن بتاعي يبقى كده، عشان انا حبيت ادي المثال البسيط ده علشان اللي ما هوش متخيل معايا الوضع هيبقى عامل ازاي. هو ده الوضع النهائي، ان اليوزر بتاعي هو حر، انا عامل له بقى زرار عشان يحول عربي، زرار عشان يحول انجليزي، والليبلز اتغير، لكن هو الوقت انجليزي اهو. هل ده يمنع ان هو يكتب ابراهيم ويقول حفظ ولا بحث ولا ولا ولا؟ لا طبعا ما يمنعش. حاجه زي دي بقى نعملها ازاي؟ بص، انت لازم تعرف الفكره في ايه، لازم نعرف ايه فكره الانترناشوناليزيشن. بص معايا احاول نوضحها مع بعض ان شاء الله. تخيل معايا ان انا الصفحه بتاعتي اهي وانا حاطط فيها ليبل او انبوت تكست، وده الليبل بتاعه، هو ده الليبل بتاعه. انا في الانترناشوناليزيشن ما يهمنيش اللي هيتكتب هنا، اللي هيتكتب هنا ده شأن مين؟ ده شأن اليوزر، اليوزر يدخله زي ما هو عايز. انا يهمني شكل الابلكيشن اللي هي الليبلز ده اهي.
الليبلز دي دي اللي انا المفروض ان اليوزر بتاعي لو اختار عربي تبقى عربي، لو اختار انجليزي تبقى انجليزي. الفكره في ايه؟ الفكره بمنتهى البساطه، انا دلوقتي لو انا رحت على خاصيه الليبل بتاعه الانبوت تكست وقمت كاتب فيها يوزر نيم، ما هو كده يا باشا حضرتك ثبتت كلمه يوزر نيم نهائي، كده كلمه يوزر نيم عربي او انجليزي كده كده هتبقى ثابته. انا لو رحت هنا في الليبل وقمت كاتب يوزر نيم كده بقت على طول يوزر نيم، صح ولا لا؟ لو انا كتبت إيه اسم المستخدم بالعربي قال لا، طب ما هي برضه اصبحت في العربي، يعني بقت ثابته سواء انجليزي انت ثبتتها سواء عربي انت ثبتتها. طيب الوضع هيبقى عامل ازاي؟ حد يفكر معايا نقدر نعمل ايه مثلا؟ انا عندي ليه فكره كويسه، انا اقدر مثلا كلام بالعربي احطه في الفايل ده مثلا فايل واحد، واكتب هنا ده العربي، اكتب هنا اسم المستخدم، واروح على فايل اخر اسميه اف 2. واحد يقول لي هو انا ما ينفعش احطهم في فايل واحد؟ ينفع يا سيدي، ماشي. واحد يقول لي هو انا ما ينفعش احطهم في داتابيز؟ يا سيدي ينفع، ما يجراش حاجه، اعمل جدول فيه عمودين عربي وانجليزي ما عنديش اي مشكله، بس احنا بنوضح الفكره. يعني اكتب هنا اسم المستخدم، جميل، اسم المستخدم، واجي هنا في الفايل الثاني اكتب ايه؟ يوزر نيم. طب دلوقتي السؤال، طيب ما هو انا ازاي هجيب من هنا او ازاي اجيب من هنا؟ ساعتها بقى دلوقتي حضرتك المفروض تكتب كود، الكود ده يعمل حاجتين، المفروض يشوف اللغه بتاعه البراوزر، بيقولوا عليها اللوكال، المفروض يشوف اللغه بتاعه البراوزر، لو البراوزر عربي يجيب الكلام اللي بالعربي، لو البراوزر انجليزي يجيب الكلام اللي بالانجليزي دي كمان، او يشوف اليوزر ضغط على زرار عربي ولا زرار انجليزي، صح ولا لا؟ سواء كده سواء كده تيجي الخطوه الثانيه، سواء اليوزر ضغط عربي او البراوزر عربي او اليوزر ضغط انجليزي او البراوزر انجليزي، انت في الحاله الثانيه هتقرا من الفايلات، لازم تقرا، لو هو عربي تقرا من هنا، لو هو انجليزي تقرا من هنا. ده كلام واضح؟ يعني انا دلوقتي المفروض ان انا اكتب الكلام اللي بالعربي في فايل، واكتب الكلام الانجليزي في فايل، واكتب كود علشان يشوف البراوزر هو عربي ولا انجليزي، او اليوزر ضغط على العربي ولا انجليزي، وبعد كده اقرا من الفايل ده او اقرا من الفايل ده، او نخش بقى في اكواد ونخش في كلام من ده. الفكره صح ان انت تفصل ايه ان انا بقى ايه سواء على حاله البراوزر سواء عربي او انجليزي، يا اما اقرا من هنا يا اما اقرا من هنا، ويبقى كود قرايه بكتبه واكواد انا هكتبها. لكن هو ما ينفعش اسهل شويه؟ يعني يبقى الموضوع سهل شويه؟ اه ينفع. ازاي؟ هي نفس الفكره، ادي الانبوت تكست اهو، وادي الليبل بتاعه اهو، وهعمل هنا فايل علشان العربي، وهعمل هنا فايل علشان الانجليزي، واكتب هنا اسم المستخدم، واكتب هنا يوزر نيم. ولكن بدل انا ما اكتب كود علشان اقرا من هنا او اقرا من هنا، لا، انا هحط حاجه في النص، الحاجه دي تقدر تقرا من هنا وتقدر تقرا من هنا، ومش كده وبس بقى، الحاجه ده ايه اول ميزه فيها ايه؟ ان هي تقدر تقرا من الفايل ده وتقدر تقرا من الفايل ده، دي اول ميزه فيها. تاني ميزه فيها ان انا مش هقول له شوف لو عربي اقرا من هنا لو انجليزي اقرا من هنا، لا مش هقول له كده، امال هو فاهم لوحده. يعني لو شاف اللغه بتاعه البراوزر عربي يقرا من الفايل بتاع العربي، لو شاف اللغه بتاعه البراوزر انجليزي يقرا من الفايل بتاع انجليزي، ده لوحده من غير ما اقول له، ايوه لوحده. وبناء عليه انا بقى بدل ما اجيب الكلام بتاع الليبل من هنا او من هنا، لا انا هجيبه منين بالظبط؟ من هنا. يبقى الحاجه اللي في النص ده اهي، تجيب الحاجه من الفايل ده وتوديها هنا، لو لقيته عربي تجيب الحاجه من الفايل ده وتوديها هنا. لا، بدل انا ما اقرا من هنا او من هنا، لا انا هحط حاجه في النص هي اللي تقرا. وبرده مش كده وبس، ده مش بتقرا وبس، امال ايه الميزه الثانيه؟ كمان بتشوف لغه البراوزر، لغه البراوزر لو عربي تقرا من هنا اوتوماتيك وتجيب الكلام هنا، لغه البراوزر لو انجليزي تجيب الكلام هنا وتحطه لي هنا، كل الكلام ده لوحده بالظبط. فاحنا بقى عايزين نعمل الموضوع ده، عايزين نعرف هو بيتعامل ازاي بمنتهى البساطه. واحده واحده كده نعمل ابلكيشن جديد،
هنسميه مثلا ADF Internationalization. Next. 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 في برضه سؤال ممكن حد قبل ما بكمل هيقول لي يا باشمهندس هو مش الاي دي اف بتاع كنت قلت لنا زمان اللي هو بيترجم لوحده او اللغه اللي بيدعم اكتر من 24 لغه؟ كل الكلام ده في الرسائل بيقدر تطلع عربي لو لقى البراوزر عربي، تطلع انجليزي لو لقى براوزر انجليزي. في كومبوننت بيلت ان فعلا جوه الاي دي اف الكومبوننت دي تظهر بالعربي وتظهر بالانجليزي على حاله اللغه بتاعت البراوزر اللي هي اللوكال. ده فعلا انا دلوقتي بتكلم عن ايه يا اخوانا؟ انا دلوقتي بتكلم عن حاجه معينه، ايه؟ انا عايز اترجم بمزاجي. يعني ايه مزاجي يا اخي؟ انا دلوقتي عايز بدل ما يكتب لي اسم المستخدم، انا بقى طالبه معايا بالعربي اكتبها له كده، اسم المستخدم. انا حر، انا عايز اترجم على مزاجي. لكن في فعلا كومبوننت يا اخوانا ورسائل في الاي دي اف بتطلع مترجمه لوحدها. انا دلوقتي بتكلم على موضوع تاني، ايه هو؟ انا عايز اترجم بمزاجي، انا عايز الليبل اللي على الانبوت تكست ده اهو يبقى بمزاجي، عايز انا اترجمه. واصله الفكره؟ فافصل ما بين حاجه انا عايز اعملها بمزاجي، وافصل ما بين حاجه الاي دي اف بيعملها لك لوحده، اللي هو بيعمله لوحده كتر خيره. كومبوننت بلت ان، رسائل بلت ان بتطلع لوحدها مترجمه، كل ده كتر خيره. انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ على ايه؟ بتكلم على الحاجه اللي انا عايز اعملها بمزاجي. تعالى نكمل. تعالى نعمل الصفحه الاول، شيء طبيعي. نيو، نعمل صفحه، نصحح الجي اس اف، الجي اس اف بيج، اوكي. تمام. هعمل فيه ايه؟ هكتب فيه لوجن بيج. محتاج بين؟ طبعا محتاج بين، لان انا هعمل زرارين. الزرار الاولاني هكتب فيه كود بتاع العربي يحول اللغه تبقى عربي بتاعت البراوزر، الزرار الثاني بتاع الانجليزي يحول اللغه تبقى انجليزي. فانا محتاج فعلا بين، وفي الحاله دي نحطها في باكج ونقول اوكي. بكده يبقى الصفحه اتعملت قدامنا، والبين بتاعتها زي ما انت شايف اتعملت اهيا. يبقى دي الداكنج بين بتاعتها، ودي الصفحه بتاعتنا اهي. طيب عايزين نعمل ايه كمان؟ عايزين مثلا نحط زرار اهو، ادي واحد، ادي التاني، ادي انبوت تكست، ادي انبوت تكست. ارجع على الزرار ده، اروح على حصاصه، اكتب عليه اي ان، وكمان حصاص الستايل بالمره. نقدر مثلا نخلي اللون ازرق، نخلي الفونت بتاعه، ونخليه بوردر، تمام. ونقدر برضو البادن بتاعه نخليه 7 موصة، ونروح برضو على الزرار ده. الزرار ده هنكتب عليه AR Arabic، يعني نجيب ده حصاصه كلها كده كوبي وبيست. طبعا هاي السكن بيحل الموضوع ده، بس ايه، موضوع السكن مش موضوعنا. فهاجي هنا اهو، دوت بيست، عمل لك الزرارين هما، وهنا الليبل واحد وهنا الليبل الثاني، تمام. طيب قبل ما ننسى، انا محتاج كود، فاذا دبل كليك
ده اي ان اكشن دي الميثود بتاعته. الكود ده اللي هيتكتب هنا هو الكود اللي هيخلي لغه البراوزر انجليزي، وبرضه الكود اللي هيتكتب هنا هو الكود اللي هيخلي لغه البراوزر بالعربي. تمام بكده يعني احنا عملنا الشكل اهون. تمام يبقى معنى كده ان الرسمه الاولانيه اهي، يبقى انا كده دلوقتي الشكل ده جاهز معايا اهو الحمد لله. تمام طيب ناقص لك ايه؟ الفايلات دي، الفايل ده والفايل ده، هل دول هعملهم ازاي؟ ولا حاجه. عشان تعملهم مثلا تعالى نعمل باكج اهو، ولا بخير ما يبقوا يعني سداح مداح، لا نعمل مثلا باكج جافا باكج، نسمي هذه الباكج فايلز ونقول اوكي. عمل لك باكج اهي، الباكج دي تعالى نعمل فيها الفايلات بتوعنا، الفايلات اللي هي هي اللي هي ده الفايل الانجليزي والفايل العربي. طيب الفايل ده بيتعمل ازاي؟ ولا حاجه، انا هروح عليه اقول له نيو جنرال فايل اوكي. الفايل ده بقى هل مثلا اسميه مزاجي؟ يعني انا حر اسميه احمد علي عباس، اسميه زي ما انت عايز، ولكن له قواعد في التسميه. ايه هي قواعد التسميه؟ انا هقول لك اهو. تعالى مثلا هسميه اي حاجه، الاسم اللي انا هكتبه ده مثلا مسجز اندرسكور اي ار دوت برو بيرتز. خد بالك من السبيل، تمام؟ السبيلنج مهم جدا، خد بالك من السبيلنج. ايه بقى؟ هو ده يا باشمهندس شكل ثابت لازم التزم بيه. بص يا سيدي، كلمة مسجز مش ثابتة، انت حر سميها احمد علي عباس اي حاجة. ليه؟ قال لك لان الاسم ده هو اسم البيز نيم. يعني ايه البيز نيم؟ هتعرف دلوقتي. ده اسم مشترك ما بين مين؟ ما بين الفايل ده والفايل ده. واضحة الفكرة؟ يبقى مسج، كلمة مسج، كلمة أحمد علي زي ما احنا قلنا سميها أي حاجة. يبقى إذا كلمة مسج بيقولوا عليها البيز نيم. وبعد كده بحط اللوكال اللي أنا عايزه اللي هو أي آر أرابيك، واللوكال ده على فكرة مش اختراع، يعني دي حاجات ثابتة ومعروفة. إيه؟ الفاليد لوكال مثلا إيه؟ لو هو مثلا أرابيك، لو عملت سيرش على النت يطلعها لك عربيك، يبقى ايه ار انجليزي اهي اهي تبين. يعني الكلام مش ايه، الكلام مش اختراع. الراجل قال لك ايه؟ قال لك حط هنا البيز نيم، اي اسم يعجبك، مسجز واندر سكور اي ار اللوكال بتاع دوت بروبرتيز. تمام كده الفايل لازم يبقى امتداده بروبرتيز. طيب خد بقى الاسم ده، خدي خليه معاك، قول له اوكي. اعمل فايل اخر نيو فايل اوكي، نسميه ايه؟ برضه مسج ولكن اللوكال تتغير اي ان. وانا عرفت بقى انا جايب الاي ان الاي ان والاي ار دول منين؟ ايه المشترك بينهم؟ الاثنين طبعا دوت بروبريتيز، واسم المسج لازم يبقى مشترك ما بينهم مع بعض، ما ينفعش يبقى في اختلاف. يبقى اذا اسم البيز نيم وده اسم مشترك بين جميع الفايلات، الاندرسكور اللوكال بتاعت الفايل عربي ولا انجليزي ولا ولا ولا، جوت بروبرتيز ده امتداد الفايل، يقول له اوكي. انت كده عندك فايل اهو وفايل اهو. تعالى بقى فايل الاي ان هنكتب فيه ايه؟ قال لك مثلا هكتب فيه الليبل بتاع اليوزر نيم بكذا، اكتبها له ازاي؟ انت حر، بس انا افضل هذه الطريقه، اقول له ليبل دوت يوزر نيم بيساوي انت عايز بقى الليبل يبقى مكتوب فيه ايه؟ عايزه يبقى مكتوب فيه كلمه يوزر نيم بالظبط. انت حر اكتب بقى، ممكن تشيل ليبل دوت دي عادي مفيش مشكله، ممكن تخليها يوزر نيم بيساوي اليوزر نيم على طول. معنى كده بقول له ايه؟ بقول له ان اليوزر نيم خليهولي بهذه الكلمة. طيب هناك AR هي
بس بقول له لا اليوزر نيم ما تحطوليش فيها كلمه يوزر نيم، امال خليها لي اسم المستخدم. جميل كده، ادي فايل وادي فايل. حلو، انا عارف ان في ناس قاعده قدامي، حلو، مش عارفه انا ليه خليت مسج هنا ومسج هنا، ليه لازم يبقوا زي بعض؟ ليه؟ هقول لك دلوقتي. طيب يبقى اذا لحد كده ايه، فايلين بنفس الاسم؟ لا، مختلفين في اللوكال فقط. ودوت بروبرتيز حطيت فيهم ايه؟ حطيت فيهم اسم الليبل، اسم الليبل يوزر نيم، حلو، سميه اي حاجه على فكره، والقيمه بتاعته. جميل، وبعد كده، بعد كده يجي مين بقى؟ يجي دور مين؟ ها ها، ايوه ده هو، ده هو الحلقه اللي في النص اللي ما بين الانبوت تكست وما بين الفايلات دي، ده بيقولوا عليه لود باندل. بيتعمل منين؟ اهو ده كومبوننت عادي جدا اهو، نقدر نروح نجيبه اهو. ده بقى حلقه الوصل اهو، عربي لود بندل اهو، جيبه حطه على الصفحه على الديكوبت، شوف هيقول لك ايه. ايوه شوف هيقول لك ايه، هيقول لك ايه هو البيز نيم، الاسم المشترك بينهم ايه. واحد يقول لي ما احنا لسه عاملينه مسجز، ايوه فعلا، ولكن ما تنساش كلمه فايلز، وبيقول لك هلاقيه فين؟ هلاقيه في فايلز، فايلز دوت مسجز. كاتبينها صح، فايل مسجز، اوعى اكتبها غلط لانها مش هتشتغل. طيب وبعدين بيقول لك الفاريبل، يعني اسم المتغير اللي هيشاور عليه. المتغير ده بقى، لا تعالى كده نكتبه، هخليه مثلا مس، حلو. طيب المتغير ده لازمته ايه؟ هتشوفه دلوقتي، لازم تشوفها عمل كده. يبقى انا كده ايه قلت له يا لود باندل، نعم انت هتجيب من هذا الفايل، حلو، وهو بقى عليه يحدد لو اللغه عربي يجيب من الفايل العربي، لو هو انجليزي يجيب من الفايل الانجليزي. طب ايه الفاريبل ده؟ هتشوفه دلوقتي، مس، انا مسميه مس. جميل، واحفظ. وبعدين الخطوه اللي قبل الاخيره ايه؟ اروح على العنصر ده، اروح على الليبل بتاعه، كلمة دي لو انا بذمتك ده كلام كنت بقوله في الاول، لو قمت رايح مخليها يوزر نيم كده، طب ما هو كده حضرتك بقت يوزر نيم على طول الى الابد، صح ولا لا؟ هي يوزر نيم على طول، مش هتغير. طب لو خليتها اسم المستخدم، طب ما هتبقى على طول اسم المستخدم، واضحه؟ لا، انا هقول له روح هات من اللود باندل. ازاي؟ اهو مس، اهي شفت الفاريبل اللي كنت لسه خدته دلوقتي بتاع اللود باندل، اهو اهو مس، بيحتوي على ايه جوه؟ اهي على اليوزر نيم، وضحت الفكره؟ فهو هيجيب منين؟ من جوه الفايل. هل انا قلت له عربي ولا انجليزي؟ لا، هو هيحدد، لو هو عربي هيروح يجيب اليوزر نيم بتاع العربي، لو هو انجليزي هيروح يجيب اليوزر نيم بتاع الانجليزي. وصلت كده الفكره؟ تمام اهو، جميل جدا، احفظ. نيجي بقى للخطوه الاخيره، ايه هو حضرتك إيه مش اليوزر لازم يختار يا عربي يا انجليزي؟ طب ما هو كده عشان عربي او انجليزي، عشان اللود باندل يفهم، لازم تخليه للغه البراوزر او اللوكال بتاعه لازم يبقى ايه، يا عربي يا انجليزي. طب ايه هو الكود اللي انا بستخدمه عشان احول من العربي او انجليزي او الكلام ده كله؟ ايه هو الكود؟ الكود اهو يا سيدي، اروح بقى في البيم اهو، ادي الاي ان، الكود بتاعك اهو،
عملنا ايه الفيسز كونتكست، كنا شرحناها قبل كده في الكورس بتاعنا عباره عن ايه. حطيت هنا متغير نوعه ستريم، حطيت فيها اللوكال اللي انا عايزه اللي هو الاي ام، وبعد فيها في اوبجكت فعلا في الجافا اسمه لوكال. لوكال بيساوي نيو لوكال، بحط فيه اللغه اللي انا عايزها اللي هي الاي ان، وبعد كده بقول له حطها لي، حط لي اللوكال بتاعت البراوزر بالايه، بالاي ان بتاعتي. ده لو انا عايز اغير اللوكال بتاعي او بالانجليزي، لكن هنا لو انا عايز اخليه عربي هروح بس اخلي الاي ان اخليها اي ار، ونفس الكلام هيحضر الفيسز كونتكست. بعد كده هيعمل هعمل اوبجكت من اللوكال بتاع، اللوكال قلنا اللي هو عباره عن اوبجكت موجود جاهز مفيش فيه مشكله. وبعد كده بغير باستخدام الميثود اللي اسمها سيت لوكال باللوكال اللي انا عايزه اللي هو اي ار، وبعد كده ريتيرن نال. جميل كده خلاص الموضوع منتهي، كده الرسمه اللي احنا عملناها فعلا خلاص انا كده ربطت تمام باستخدام الفاريبل اللي اسمه مس. تمام يبقى ده ادي الرسمه بتاعتنا احنا عملناها. طيب تعالى بقى نشوف الرن بتاعنا هل هتتنفذ ولا لا. واحد يقول لي طب يا باشمهندس نعم الدايركشن يعني لو عربي يجي يمين لو انجليزي يجي شمال، تعال نشوف يعني ما تستعجلش، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. اهي حد يقول لي هي مش هو هي ليه هنا؟ هنا اهو يوزر نيم، لكن لما فتحت على البراوزر اسم المستخدم، حد يعرف يجاوب؟ بالظبط هو راح شاف اللوكال بتاعت البراوزر لقاها عربي، فقام عامل ايه؟ قام رايح مختار اسم المستخدم. لو مش كده وبس جاب لك الصفحه كلها على اليمين اوتوماتيك. يعني مش هكتب كود علشان الدايركشن بتاع الصفحه؟ لا. طيب لما اضغط على اي ان ايه اللي يحصل؟ ها؟ كله يجي يمين وتكتب لك هنا يوزر، يوزر ايه؟ يوزر نيم. بالظبط كده، واضحه الفكره؟ اهو كله بقى على هذا المنوال. حضرتك طالما عايز تترجم بمزاجك او زي ما انت عايز بتمشي بهذه الطريقه. وبرضو واحد يقول لي طب بالنسبه للباسورد، الباسورد ما نفس الكلام هنعمل ايه؟ حد يقول هروح هنا اهو، هنا اهو هعمل ايه؟ اقوم جاي كده اهو اقوم حاطط هنا اشيل بقى دي باس وورد، وبقت كلمه يوزر نيم اخليها باس وورد. جميل احفظ واروح على هنا اجيب هذا الفايل اهو واشيل العرق الانجليزي بتاعه واخليه كلمه السر. جميل واحفظ. طيب وبعدين اروح باخد دي كده كوبي، هتعرف ليه. طيب تعالى بقى ايه دي هنعمل فيها ايه دي؟ هروح على الخصائص بتاعتها ليبل، بدل بقى ما اروح بقى واعمل ايه اكسبريشن لانجوج، انا جاي هنا اهو ادي اليوزر نيم اهي، اخد دي كده اهو واروح هنا اهو اهو واجي هنا اهو هتبقى برضه يوزر نيم برضه. ها بالظبط هتبقى ده ليبل باسورد. ليبل باسورد ونحفظ ونعمل ران ونشوف.
اي بقى ترجمه انت عايزها بتروح تحطها في الفايلات بنفس الطريقه اللي احنا عملناها. خد بالك إيه في حاجات بتبقى غلط في الموضوع ده، ايه اسماء الفايلات السبيلنج بتاعتها، لازم تراعي السبيلنج لازم يبقى صح، ما ينفعش يبقى هنا البيز نيم يبقى هنا مختلف، لا غلط، ما ينفعش اللوكال يبقى غلط معايا. كل الحاجات دي بتقدر يعني لازم تلاشاها وتاخد بالك منها وانت شغال. اهو كلمه السر اسم المستخدم، لما يضغط هنا انجليزي ايه اللي هيحصل؟ الدايركشن كله هيتعكس هيجي هنا اهو، تمام، وكل ده هيبقى يوزر نيم وايه وباسورد. يعني كان مثال، يعني مثال بسيط، ولكن قيس على كده بقى اي حاجه، اي حاجه انت عايز تعملها. والله لو يعني لو 1000 صفحه بتمشي بهذا الشكل، اي ترجمه اقول تاني، اي ترجمه انت عايز تعملها بمزاجك انت بتعملها بهذه الطريقه. واضح ان الموضوع سهل، مفيش فيه اكواد، تمام. كما اقول قبل برازيلي والماني وياباني وصيني وهندي وكل اللغات دي بتعمل لها فايلات بقى، بس اللوكال هيتغير، يعني هنا العربي هنا الانجليزي، دي اشهر لغتين. في الالماني، ممكن الالماني يعني بتشوف اللوكال اللوكال بتاعه بيبقى عامل ازاي وتحطه وتعمل له فايل، بس هتترجم الكلام تخليه الماني، ولو ياباني تروح بقى تترجم الكلام تخليه ياباني، على حسب بقى الايه الحاجه اللي انت عايزها. طبعا ده الفكره الصحيحه اللي احنا بنمشي عليها. ارجع تاني واقول الاي دي اف في رسائل بتطلع اوتوماتيك انت مش محتاج تترجمها، في بيلت ان كومبوننت بتطلع اوتوماتيك تترجم عربي او انجليزي بتطلع اوتوماتيك انت مش محتاج تترجمها، ولكن تاني والمره العاشره بقول ده انت بتستخدمه علشان الحاجه اللي انت عايز تترجمها بمزاجك فقط معايا. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا يعني اكون وضحت الفكره باسلوب سهل، ولحضراتكم لو عايزين اي حاجه تحت امركم، الايميل بتاعي اهو والتليفون بتاعي اهو. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.